طيب، كنت مشاهد زي أي زميل، كنت مشاهد زي أي زميل بالجمعية العمومية لفترة المياه الموسيقية، وكنت مشاهد زي أي مصري يهتم بالشأن العام وبشكل بلده وبشكل وطنه وبشكل الفن اللي أنا بنتمي له بكل أضلاعه. أنا مؤلف أساسا وملحن ومطرب، إذا كل أركان المهنة دي كانت وظيفتي اللي تكسبت منها. أنا بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة، لكن ما تكسبتش من البكالوريوس ولا جنيه، ما اشتغلتش فيها خالص، اشتغلت فنان وأنا في تانية جامعة. فالفن ده بيجي بالتم، مش مجرد اللغة اللي بيقولوا عليها اللي ما بحبهاش خالص، اللي هو في ناس كانت تطلع تقول ده أكل عيش. أكل عيش دي تقال على الصنعة، بتتقال على الناس اللي هم بتوع البرق، لكن الفن مش أكل عيش، الفن موهبة، والموهبة دي هي ثقافة مجتمع وبتبني مجتمع، وكلنا حبينا وكرهنا، والحنين كان بيجري بدمنا للحب بالغنوة، بأم كلثوم، بعبد الحليم، بفريد لطرش، بصباح، بوردة، أسامي كتيرة جدا مع حفظ الألقاب للأساتذة. جيت عند موضوع مهم، وأنا مواطن مصري عمال أتفرج على اللي بيحصل، وقلتها وما خبيتش لأني مش كذاب، قلت إن أنا بيتي تم اختراقه لهذه النوعية من الفن. يعني أنا في خطوبة بنتي جالي حالة جنان، أنا أولادي ما تعلموش زي في مدارس أميري من 4 جنيه، صرفت عليهم دم قلبي بالدولار والاسترليني واليورو، ففوجئت في خطوبة بنتي إن هم شغلوا كام غنوة كده في الأول عشان يرضوني، كان غنوة كويسة، وبعدين كل ولاد الناس الأكابر جدا زملاء بنتي في MSA كلية الإعلام، أقسم بالله دارت المهرجانات عندي في بنتي، والعيال هايبرة فوق الوصف. أنا بقيت واقف عايز أتخانق مع مراتي، ومراتي بتبص على عينيا وعمالة تقول لي طب معلش، لغاية ما جت لحظة انهيار على الدي جي اللي كان شغال في البيت، والله ما بحكي لكم ده صدق. بقيت واقف باكل في نفسي وشايف لعيبة كورة زملاء خطيب بنتي وناس فلاشة، ولا كانوا فلاشة بقى، ما كنا في فيلا عندي كنا عاملين خطوبة عائلية يعني كده. ارتكبت كمان خطأ، خطأ قانوني بس يعني مش في البيت، يعني عندي احنا قاعدين في البيت، جات لي حالة نفسية صعبة جدا اقسم بالله العظيم ما بهزر، ورحت واصل لمراتي قلت لها كفاية، قال لي ده في خطوبة بنتي. المستوى المتدني للاسف دخل بيوتنا، ولو انا قلت مثلا ان انا عرفت امنع اولادي عنه ابقى راجل كذاب. عندي بنتي الصغيره نور دي شبه كسر عيني، يعني نور دي بتقف تغني لي كلمه كلمه من اللي بيتقال، فده مسبب لي قلق وتوتر وزعلان ومش عارف اعمل ايه. فلما قابلتي دخلوا الحاجات دي وبيوت الناس وانا كنت موجوع وببقى موجوع لما بسمعه، قلت لا حرام، احنا كده ده نوع من المخدرات. لما تربي النشأ وتربي الشباب في سن المراهقة او في الطفولة على انه عديم المشاعر وعديم حتى بساطة الكلمة وبساطة المعنى اللي الكل كان فيه جيل من زمايل في التسعينات، وبضرب امثلة دايما بالفنان مصطفى قمر صديقي وحبيبي، كان في ناس بتختار كلمة بسيطة وسهلة بس ما هياش جرحة، ما هياش قليلة الأدب، ما هياش مسفة، ما خدتش ولادي ولا خدتني ولا خدت جيل الشباب لمنطقة حرجة في مشاعره وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي تربيه شعره اللي احنا بنشوفها دلوقتي والأدوات دي كلها. من هنا كان وجعي وجع مواطن مصري خايف على ولادي. طيب لما نيجي تمسك نقابة بحجم نقابة المهن الموسيقية